ميرسي زميلتي دعاء. الحقيقة النهاردة فعلا عندنا موضوع هام جدا، يمكن احنا اتكلمنا كتير في مواضيع برامج صندوق النقد الدولي، واتكلمنا ايضا في تحول حاجات كتيرة اوي في مصر، سواء كان النقل الكهربي او التحول الرقمي. كل دي على فكرة تحديات، وكل دي هل برامج الصندوق الدولي ممكن ينص عليها في الاصلاحات الجديدة؟ هل هيكون في تغيرات هيكلية في النظام الاقتصادي المصري؟ هل فعلا قواعد اللعبة زي ما بيقولوا اختلفت في قطاع الطاقة والنقل بعد التحول النقل للكهرباء أو الطاقات المتجددة؟ سعدني النهاردة يكون في ضيافتنا دكتور باسم قمر، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا اهلا بك وسهلا يا أهلا فندم. وسهلا، دايما بيشرفني دايما مهندس أيمن قرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية. أهلا وسهلا اهلا بيك. أهلا بحضرتك، وسهلا. اهلا بيك. بعد إذن مهندس أيمن، ممكن نبدأ سؤالنا الله مع يحفظك. دكتور باسم. دكتور باسم، الحقيقة يعني في البداية صندوق النقد الدولي الحقيقة ده يعني هو أشاد بالاقتصاد المصري، أكيد. وحتى برنامج جديد مدته كما يعني يقال 12 شهر، بالضبط. والحقيقة برضو هو صنف مصر تصنيف كويس جدا. فعايزين يعني زي ما بيقولوا اوفرتير للكلام، ان احنا نتكلم على صندوق النقد الدولي، يعني ايه برنامجه الجديد لمصر، والبرنامج ده بينص على ايه؟ مش عايزة اعرف الاشتراطات، لكن عايزة تمام، اعرف البرنامج ورأيه ايه في الاقتصاد المصري خاصة في الفترة السابقة. بالتأكيد يا فندم. أولا لو رجعنا شوية بالزمن لبداية برنامج الإصلاح، اللي كان في عندنا بعض الاضطرابات الاقتصادية، سعر الصرف كان غير مستقر، الأسعار كانت فيها ارتفاعات شديدة، الدعم كان بيؤدي إلى نفقات كتيرة للحكومة وزيادة في الدين، فبيبقى دايما أول خطوة في الإصلاح الاقتصادي ما يسمى ببرنامج التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي، وده جميل. اللي صندوق النقد في العادة بيوضعه مع الدولة بالتعاون مع الدولة، وكان فيه يعني نجاح عالي جدا جدا في تحقيق كل الأهداف اللي الدولة مع الصندوق كانت حطاها لتثبيت واستقرار الاقتصاد، وده طبعا أشاد بيه صندوق النقد تمام وأشاد بيه مختلف الهيئات الدولية إن هو تم بنجاح، تمام ودي كانت أول خطوة يمكن على طريق الإصلاح اللي هو يعني أطول وأكثر عمقا، وبيهدف في العادة لتنشيط الاستثمار الخاص بشكل رئيسي بما يخدم يعني مصلحة الدولة من ناحية خلق وظائف، من ناحية الوصول بالاستثمار لكل ربوع الدولة، فكل ده بيبقى له خطة طويلة المدى، أول جزء فيها اللي هو برنامج التثبيت مع صندوق النقد الدولي. الخطوة الأخيرة فيه اللي هي البرنامج اللي هو المدة بتاعته 12 شهر، ده كان متزامن بالأخص مع فترة أزمة الفيروس كوفيد 19. الأزمة دي أزمة عالمية أثرت على كل دول العالم، ومصر كدولة محورية ومنخرطة في خريطة الاقتصاد العالمي بالتأكيد أثرت. فكي لا تحدث تراجع في النجاحات اللي تم تحقيقها في تمام أول برنامج مع الصندوق، طرأ للدولة بالتعاون مع الصندوق وضع برنامج للاستفادة من يعني التمويلات اللي بتكون بأسعار فايدة قليلة جدا من خلال الصندوق، بحيث إن هي تدعم الاستقرار واستمرار الاستقرار الفترة اللي جاية، عشان بس نعدي أزمة الكوفيد بشكل ما يخليناش نرجع شوية في النجاحات اللي اتحققت في البرنامج جميل. الأولاني بس مع هو الصندوق. يعني لا افهم من كلام حضرتك ان صندوق النقد الدولي حط الاقتصاد المصري في مكانة معينة، مكانة الى حد كبير ممكن تكون افضل من اخريات في ظل أزمة كورونا. بالتأكيد. الحقيقة طبعا انا هرجع تاني لدكتور باسم الحديث عن هل من البرامج اللي المفروض حطه صندوق النقد الدولي انه يواجه فيروس كورونا، لان المفروض ان يكون ليه برامج في كل الدول لمواجهه فيروس كورونا. طبعا بنتكلم بشكل خاص عن مصر. مهندس ايمن، طبعا الصندوق بيحط يعني زي ما بيقول مين بوينتس، وطبعا القياده السياسيه لها دور كبير جدا في ايضا انها يعني تغيير وجه مصر من الشكل العشوائيات ومن الوجه القديم لوجه جديد حديث. خلينا نتكلم في جزئية ان من اهم الاشياء ان انت تبدأ تبعد عن الملوثات، تبدأ تبعد عن
المشاكل اللي ممكن بتحصل دايما من انبعاثات الغازات اللي بيقولوا عليها الدفيئة تمام. من السيارات وغيره وغيره. خلينا الأول أبدأ بحضرتك، لازم نشيد بالقيادة السياسية والحكومة في مواجهة كوفيد 19. اوكي. يعني هي بصراحة استفادت من تجارب البلاد الأخرى اللي أصبح عندها إصابات سابقة، وشافت إيه الأخطاء اللي وقعوا فيها وتجنبوها بصراحة، تمام. وكان في دايما نقول إيه برو أكتيف، يعني هما اللي بياخدوا خطوة سابقة للحدث استباقية. واستباقية. ودي أول مرة بصراحة أشوف إدارة رشيدة حكيمة في معالجة أزمة كبيرة. وإحنا من البلاد القلائل على مستوى العالم اللي مازال عندنا نمو، كانوا حتى متوقع 2 وحاجة%، إحنا حققنا حوالي 3.7% نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وده أشاد بيه طبعا صندوق النقد الدولي زي ما الآخر. فبالتالي عندنا من بصراحة الإنجازات اللي احنا يجب تكابيتال، يعني يجب ان احنا نعظم الاستفادة. هل الجهاز التنفيذي تحت بيستغل هذا استغلال امثل؟ انا من وجهة نظري عندنا فرص، عندنا قيادة حكيمة وعندنا حكومة متميزة، اما الأجهزة التنفيذية كله لسه في جزر منفصلة او بطيء في تحرك. ارجع لحضرتك بقى الملوثات او بتاع، طبعا احنا الدوله برضو في ملف الطاقه حطت حوالي 25% من انتاج الطاقه تكون من الطاقات الجديده والمتجدده. يعني عندنا مشروع بنبان ده حوالي 2 جيجا يمثل مشروع بنك الدولي اشاد بيه، واعتقد ادى مصر شهاده متميزه فيه، ان ده بيعتمد على الطاقه الشمسيه واتعمل بنجاح تام، وكل المستثمرين يعني اتوزع اظن حوالي 50 ميجا لكل شركه، فما استاثرش بشركه او اتنين، فكان في كثير من الشركات وفي تنافسيه ونزل سعر وده لاول مره في مصر، بالرغم ان احنا دوله غنيه بالشمس وتعتبر من الدول اللي المفروض تستغل الطاقه الشمسيه، ما كانش فيه فعلا جدية زي ال 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 القيادة السيادية. وأيضا استغلال الرياح في جبل الزيت والزعفرانة، فبالتالي مهم جداً. فبالتالي الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة اللي هي غير ملوثة للبيئة خالص، وأيضا مورد رباني زي ما بيقولوا، يعني الهواء ده والشمس يعني حاجة مصر تتميز بيها، فبالتالي هنا يعني هذه الطفرات وهذا التشجيع دي حاجة إيجابية جدا. هو حضرتك طبعا باشمهندس هي حاجة إيجابية جدا، لكن أنت بتتكلم برضو في حاجات معينة، وهي التكلفة والتكنولوجيا البنية التحتية اللي محتاجاها. دي حاجات هنرجع نتكلم فيها مع مهندس أيمن قرة، لأن دي حاجات لازم توضع في الاعتبار. دكتور باسم، لو اتكلمنا في صندوق النقد الدولي إن هو المفروض له اشتراطات معينة، سواء رفع الدعم عن الوقود، يعني مثلا لان هو رفع الدعم عن الوقود المفروض هينشط التجارب في موضوع الرياح، لانها طبعا من المعروف انها طاقه مش مكلفه زي الشمس، ومعروف انها من الطاقات المتجدده. فهل ده لو صندوق النقد عمل اشتراطات جاده في رفع الدعم بشكل نهائي عن الوقود الحفري اللي هو سولار بنزين كده، هل ده هيخلي يبقى دافع قوي جدا ان انا اعمل طاقات متجدده، وان انا ابدا لا خلاص مفيش حاجة اسمها ان انا اشتغل بنزين او اشتغل سولار؟ اتفضل. والله حضرتك يعني انا شايف ان الدولة والقيادة مش مستنيين صندوق النقد يحط عليهم اشتراطات عشان يحققوا ده، دي تمام حقيقة. تمام. فزي ما باشمهندس تفضل وذكر ان كان في خطة موضوعة، لان العالم متجه الى الطاقة المتجددة مما لا رغعة فيه، متجه ان يكون في سيارات بالطاقة الشمسية مما لا رغعة فيه، هينتشر وهيزيد، فلازم ان مصر تواكب كل هذا. ويمكن من حوالي 10 سنين كان في عندنا مشكله كبيره جدا في الاستثمار، جايه من ان الطاقه الكهرباء بتقطع باستمرار، فالمصانع بتقف، فكان المستثمر الاجنبي لما يجي يقول لك انا هاجي ليه مصر في عندي مشكله في الكهرباء او في مشكله في الطاقه. النهارده احنا مصر بتنتج طاقه اكتر من احتياجها، على استعداد انها تصدر طاقه للدول المجاوره،
لكن الانتاج حاليا هيكفي لزياده الطلب المحلي اللي احنا متوقعين ان هو يحصل نتيجه توافد استثمار اجنبي مباشر في عندنا منطقه قناه السويس الصناعيه، هتستقطب استثمارات كبيره جدا، فمحتاجين يكون في عندنا طاقه جاهزه عشان لما يجي المستثمر يلاقي هذه الطاقه. فمش صندوق النقد هو اللي بيفرض على مصر شروط، مصر ماشيه في هذا الاتجاه وصندوق النقد بيصاحبها بالدعم الفني اللي يقول طب احنا هنرفع الدعم عن الوقود ازاي عشان ما يكونش له اثر سلبي قوي على المواطن، بس يكون له اثر ايجابي جدا على المستثمر وعلى تحسين البنيه التحتيه وعلى ان المنظومه بالكامل تتماشى مع يعني المستوى العالمي. فده دور صندوق النقد انه يقول ازاي احسن تجارب للعالم. يمكن ليا الشرف ان انا اشتغلت في صندوق النقد 12 سنه، فكنا بنشتغل مع كافه الدول على مستوى العالم، وميزه الصندوق انه بيشوف انهي تجارب نجحت وانهي لم تنجح ويفيد بيها الدول. فمصر لما جت تطبق طبقت بشكل على اعلى المستويات، وطبعا ده انعكس بنجاح مبهر اشاد به برضو العالم في الطاقه المتجدده ومشروعات طبعا اخرى كتيره جدا. جميل. الحقيقه طبعا لازم برجع تاني للموضوع اللي هو الشغل الشاغل، ان الناس شغلها الشاغل دلوقتي. طيب المركبات اللي هتمشي بالكهرباء، المفروض ان انا زي ما حضرتك ذكرت ان انا عندي الرياح ومحطات الرياح ومحطات الشمس اللي هتنتج كهرباء. هو عنده تساؤلات كتير الحقيقه، تكلفه ده ايه؟ وصيانته هيبقى ازاي؟ هو حضرتك القياده يعني في توجه لحاجتين، ان تشتغل بالغاز الطبيعي المركبات، والنهارده في مشروع اعاده كل الميكروباصات والاتوبيسات انها تعمل بالغاز الطبيعي. ان اولا مصر عندها الحمد لله هبه الغاز الطبيعي، وانه ارخص تكلفه وانظف للبيئه من الوقود الطبيعي الثاني اللي هو بنتكلم عليه البنزين او الديزل. فبالتالي في توجه وفي تواصل انا اعلم بين الانتاج الحربي، وزاره الانتاج الحربي وهيئه التصنيع الحربي، مع بعض الشركات العالميه على تصنيع محلي او تجميع محلي للغاز الطبيعي. وايضا سياده الرئيس بيدعو الى توطين صناعه السيارات بالكهرباء. الاتجاه العالمي برضو النهارده ان النهارده تبقى سيارات بالكهرباء. طبعا عايزه انفراستراكشر، ان انت بتشحني عربيتك هنا، بتشحني البطاريه كل شويه. وده مش يعني في الاخر، في بدايه اي اختراع بتبقى تكلفه للاختراع عاليه. مع الوقت ومع التطوير ومع التسهيل بتتقارب وبتبقى المصلحه العامه ارخص. يعني حضرتك برضو النهارده في فرق بين شراء الاستثمار في العربيه بكام والرننج كوست بتاعتها بكام. فانا لما تكلفه التشغيل اليوميه بتقل بتشيل عبء مني جامد جدا. هو قال باشمهندس هو ان انا بصرف عمله صعبه كتير جدا عشان اجيب سولر وبنزين والكلام ده، فانا لما هنتج المفروض كهرباء ويبقى ده شكل معمم، المفروض ان انا يبقى في بقى لا في تخفيف عن الاعباء. لكن هو المواطن عشان كمان انت بترفع الدعم والمفروض خلاص ان انت بتتجه اتجاه اخر. لا خليني اوضح بس حته الدعم دي. النهارده كان في سوء استخدام في الصرف. يعني النهارده حضرتك اللي يملكوا عربيات في مصر ما اعتقدش مثلا كان اكتر من 15-20% من الشعب. كان طيب افندم كان لا واعتقد برضو حتى احنا 100 مليون ايوه، يعني اعتقدش النسب بتزيد بهذه الدرجه. فبالتالي حضرتك بتدعمي ناس قادره او طبقه متوسطه، في حين الفقراء اللي محتاجين دعمك. فاللي حصل ايه؟ انت النهارده بتعملي تكافل وكرامه اللي هو بيسموها الشمول الاجتماعي. تكافل وكرامه النهارده بقى لهم موارد. النهارده حضرتك عملتي بطاقه التموين، كل مواطن له 50 جنيه بحد اقصى مش عارف 200-300 جنيه. فدي كلها راحت للطبقه اللي انت عايزه تسنديها عشان تطلع من الرعايه، اولى بالرعايه وتطلع من الفقر. فانا شايف هو اعاده توزيع الصرف في المكان الصحيح. زمان انا لو انا سفاره راكب عربيه وبملى بنزين، سفير بملى بنزين، ليه تدعمني كسفير؟ او ليه انا راجل قادر تدعمني؟ فبالتالي هي مش عايز احط ان الدعم اتشال، لا هو بصرف حاجه غلط.
بظروف حاجة لا تحقق التنمية اللي أنا عايزها. أنا عايز أطلع بالطبقة الفقيرة إلى طبقة متوسطة، فلازم أسندها. لكن أنا هسند الأغنياء، فاللي هم عندهم عربيات، وعربيات هي اللي بتسالك كتير يعني، العربيات الكبيرة يعني. حتى كلام لحضرتك، الناس المتوسطة هتجيب عربية صغيرة، لكن القادر هو اللي بيجيب عربية كبيرة، هي اللي بتسالك كتير، فليها دعمه يعني. كان مش من المنطق إن أنا سوء استخدام. فهنا حصل إعادة تغيير يعني. حضرتك برضو لازم نشيد، ما بنسمعش أبدا طوابير عيش دلوقتي طبعا، وما بنسمعش تجارة الدقيق يعني. في تغير، الناس للأسف الإيجابيات دايما بتشوف النقط السوداء بالظبط كده، وتبدأ تكبرها، وطبعا كلمة مع كلمة هتلاقي البقر السوداء علت. أو بننسى ونتناسى احنا كنا ازاي، وحصل تطورات ايجابيه كتير جدا يعني. عندنا ملف الصحه، عندنا كنا بنسمع فيروس سي مشكله، احنا الحمد لله قضينا على فيروس سي، ده انجاز ويكتب طبعا. لا، عندنا كمان ملف الامني حاجه تانية خالص. تمام، نرجع للتعليم. التعليم عن بعد، احنا لولا كوفيد 19 هي اسرعت ودعمت الخطوات اللي احنا واخدينها من قبل كده يعني. بصراحه في احنا اضطرينا ليها. لا، احنا ابتديناها، احنا ابتديناها، بس ابتديناها ثقافة المجتمع عندك ما كانتش، كان بقى فهم فجأة امنوا بيها وما لهاش بديل يعني. خلينا نقول ايه، بس تاني حضرتك، الانفراستراكشر، ان انا احط الانترنت تبقى موجودة في القرى، وابقى عندي قدرة ادخل على الاستخدام الايباد ده ولا الاجهزة اللي بدوها، دي انفراستراكشر رهيب. كل ده حضرتك سملتني يعني، كل ده بيتم على التوازي يعني. ايه برنامج التعليم تحسينه، برنامج الصحه تحسين. النهارده في التامين الصحي الشامل ابتدى في بورسعيد، ثم طبق في محافظات اخرى وهكذا، المبادرات الكتير بتاعت طبعا ما ننساش حضرتك اثناء كوفيد 19 الحاجه اللي كانت ايجابيه جدا، مبادرات البنك المركزي، اجل كثير من السداد القروض او الالتزامات بست اشهر، خفض الفايده يعني. انت النهارده في مشكله في كوفيد 19، انت عايزه تحافظي على اقتصادك مستمر. وبرضه الحكومه انها اغلقت الساعه 5 6، بعض المحلات ما قفلتش اغلاق تام. يعني كل اللي عمل اغلاق تام ضار الاقتصاد يعني. برجع تاني اقول لحضرتك، نمو الناتج المحلي المصري من البلاد القليلة اللي طالع إيجابي، معظم البلاد وبلاد متقدمة طالع سلبي. تمام. فدي حاجة كله بيشيد بيها الحقيقة. طبعا بنرجع تاني لموضوع صندوق النقد الدولي، ونقول طيب هل هو حاطط في الخطة الجديدة إصلاحات هيكلية في مصر؟ هل حاطط سياسات نقدية مختلفة زي الفوائد؟ هل حاطط سياسات مالية زي الضرائب؟ كل الحاجات دي يا فندم خلي بالك بتصب في الاخر في جزء معين، وهي اجراءات الحمايه الاجتماعيه. وانت عندك يعني انت بتتكلم على مواطن، السياسات النقديه هتاثر فيه، فوائده سياسات ماليه كضرايب بتاثر فيه، الاصلاح الهيكلي، كل ده هيصب في الاخر على اجراءات الحمايه الاجتماعيه. صندوق النقد ده هيعمل ايه في التوليفه اللي قلتها لحضرتك دي؟ طبعا في ال 12 شهر اللي هم في مجال البرنامج في حد ذاته، الهدف الرئيسي دعم كمان تنشيط الاستثمار الخاص من خلال زيادة التنافسية. ازاي ان الصندوق النقد يحاول ان هو بالتعاون مع الحكومة يوضع برنامج لزيادة التنافسية من هنا، هيئة العمل التنافسية يعني، والحفاظ على التنافسية بين المستثمرين. دي حاجة مهمة جدا في الخطوات اللي ممكن يتم تنفيذها فترة قصيرة، لكن على المدى الطويل مش عشان في برنامج مالي مع صندوق الدولي ان فيش تعاون مستمر، في تبادل خبرات مستمر على مدار اعوام. فكل حاجة قلتيه من كيفية بناء اصلاح اقتصادي طويل المدى مع مصر، ده في نقاش عليه مستديم مع الصندوق. لما نتكلم على كل ما هو الحوكمة، لا مش عايزة حضرتك الاجراءات اللي انا قلتها دي تيجي على الحماية الاجتماعية. أكيد. ده انا جاي لحضرتك بحتة النهاردة، الشمول المالي وعدم استخدام النقد ده هيخلي كل المنظومة الانتاجية سواء رسمية وغير رسمية
بتدخل لقنوات الدولة. فاحنا كان عندنا حصيلة الضرائب منخفضة عالميا بالنسبة للناتج القومي. فانت النهاردة حضرتك بالشمول المالي ان كل واحد مش هيتعامل نقدا، كل واحد هيتعامل بال النهاردة من خلال البنوك او من خلال الحسابات، حتى يعني في الاعلانات يقول لك انت عندك ناس ثقافتها بتخاف تحط فلوسها في البنوك. بص حضرتك دي بقى لازم تتغير. بص حضرتك النهاردة المصلحة العامة تجب، هو لازم كلنا نتعلم ما هو البلاد المتقدمة اللي سبقتنا. مفيش في أوروبا حد بيتعامل بالنقد، مفيش في الدول المتقدمة تعامل بالنقد. النهاردة التعامل لازم من خلال حسابات مكشوفة، يعني حتى بالعكس ده بيبقى فيه بيتشددوا على غسيل الأموال وبيتشددوا على فين مصادر المال والحاجة. فالنهاردة النهاردة أول مرة ابتدت تطبق الفاتورة الإلكترونية. فلما أنا أقول لك لما كنا بروح مطعم ويقول لي 14% ضريبة قيمة مضافة، الله أعلم بتسدد أم لا، بدفعها أنا بس بتروح للدولة عشان تصرف على الحماية الاجتماعية اللي حضرتك عايزاها، الخدمات الله أعلم. النهاردة بقى شقلة من ماشي، الفاتورة طالعة من المنبع، طالعة من السيستم، فعلى طول بتبلغ اون ذا سبوت في نفس اللحظة على القيمة، فكله بيتربط مع بعض. قوي جدا. بالظبط. وحضرتك اشرت طبعا لثقافه المجتمع. فساعات زي ما شفت منظومه التعليم وان التعليم عن بعد وان ما كانش فيه بدائل كتيره، الدوله كانت جاهزه، ده شيء كان ممتاز جدا، لكن المواطن والطالب تاقلم مع هذا الوضع بسرعه. لكن ما كانش عنده اختيارات كتيره، فيمكن احد اساليب تثقيف المجتمع والاسراع في التقدم بقى، ويعني نحن نلحق باوروبا ودول تانية، من ان احنا ما نسيبش قوي فرصه للمواطن ان هو يبقى عنده بدائل كتير، دي من ناحيه، وتثقيفه ان احنا نعمل برامج توعيه وبرامج تدريب برامج تاهيل لكل شرائح المجتمع في الريف وفي كل الاماكن من خلال جمعيات اهليه او حكوميه، علشان نرتقي بالمستوى مش هقول الثقافي، يعني الحد الادنى اللي يخليه هو يستوعب كيفيه التعامل بكل هذه الاليات الحديثه. بس برضو حضرتك ما كلمتنيش في جزئية السياسات النقدية والمالية، لأن دي مهمة جدا. طبعا السياسة النقدية عموما هي سعر الفايدة وسعر الصرف، مصر نجحت فيهم بشكل كبير جدا جدا، وصندوق النقد شايف ان التوجهات اللي ماشية حاليا وسلوك سعر الصرف سعر الصرف اللي تم التعاون، بالرغم ان كان في بعض الخسائر للمواطنين بشكل يعني بشكل مش عايز اقول فردي، لكن قيمه يعني انت دلوقتي في حاجه اسمها قيمه شرائيه وقيمه طبعًا حقيقيه زي ما احنا عارفين القيمه الاسميه طبعًا. انت لما يبقى مرتبك 1000 جنيه بعد التعاون ما عادش هو 1000 جنيه، ما عادش هو اللي بيجيب بال 1000 جنيه قيمة السلع والخدمات اللي ممكن نشتريها يعني بألف جنيه قلت. القيمة الإسمية هي صح. هيها، لكن القيمة الحقيقية الشرائية قلت. بص أنا هقول حاجة يعني سريع جدا. الموضوع ده حصل على فكرة في أوائل التسعينات. تمام. وفعلا برضو المواطن عانى لفترة معينة. على أواخر التسعينات كان وضعه أحسن بكتير. حصل في 2003 2004 على 2007 8 9 كان وضعه أحسن بكتير. حصل في 2016 ولولا كوفيد 19 2020 كان زمان النهارده في حاله تانية. دي حاجه. الحاجه التانية الجنيه المصري بعد ما كان سعره انخفض ل 17.8 للدولار، النهارده ارتفع قيمه الجنيه. وده بالتالي بينعكس برضو ايجابيا على الدخل الحقيقي زي ما حضرتك قلتي للمواطن. ففي نتائج الاصلاحات ما بتكونش فوريه، بتاخد وقت على ما تؤتي ثمارها، دي كان من ضمنها. فاللي حاصل حاليا ده سليم. من الناحيه التانية سعر الفايده اللي كان عالي جدا على البدايع، لما برضه المواطن استفاد، كان بيحط فلوسه في البنك بياخد 20% 25% ارقام طبعا عاليه جدا طبعًا. فكان الى حد ما في نوع من الموازنه، لكن بالتاكيد خلال الفتره اللي جايه بعد كوفيد نتمنى ان هو يخلص بقى يعني بسرعه والعالم كله يعود الى مساره الطبيعي، ممكن يكون في يعني عائد اكبر وشعور اكبر بكتير جدا للمواطن من نتائج الاصلاح ديت هو يشعر بيها. احنا على مستوى الدوله ككل في تقدم خطير حصل طبعًا. في كل مجالات طبعًا. على مستوى المواطن هو يشعر بده بدأ شوية، وطبعا أكيد هيتحسن في الكام سنة الجايين بشكل كبير جدا أكيد. برضو حتة كان يعني نقارن فيها أيام الدولار ولولا الدولار، قبل التعويم بيحصل صحيح نظريا الدولار بثمانية جنيه أو سبعة جنيه، عمليا مش متاح. فكان ممكن السؤال دايما الواحد يسأله لنفسه، معيش دولار غير متاح، كان انخفض الرصيد النقدي الأجنبي إلى 13 مليار
وبالتالي انت ما كنتش عارفه تشتري الدواء، فممكن تقولي انا معايا دولار ب 8 جنيه بس مش قادر اجيب دواء. لا، هو وصل 16 جنيه بقى عندي رصيد نقدي عندنا 38 مليار او اي الارقام الحقيقيه، وبالتالي متاح الادويه مثلا، انا بدي مثال. فانت تقارني بين حاجتين غالي ولا ايه؟ يعني انا والدتي هي توفت الله يرحمها محتاجه دواء واجيبه لها وغالي، او يبقى معايا فلوس مش عارف اجيب الدواء، مش عارف تجيبه. فبالتالي لازم ننظر المصلحة العامة، ولازم كل حاجة لازم لها لازم النظرة تكون واسعة يا باشمهندس، مش ضيقة. لازم ان انا ابص للشيء على بعضه. وزي ما قلنا النهاردة، المواطن لو حس انه فيروس سي تضع عليك، فيروس سي ده كان مؤرق لعائلات كثيرة جدا. لما نقول النهاردة التعليم كان المدارس وبنى المدارس، النهاردة التعليم عن بعد بيوفر فرص الراجل او الشاب اللي عنده رغبة تعليم حصلت يتعلم ويتعلم كويس، انه يقدر يدخل على احسن برامج واحسن. فالنهاردة عندك فرص ايجابية للدولة. احنا لسه كنت بتكلم مع باسل بي ان احنا املنا في مصر انطلاقة حقيقية لفوق بس تاني الجهاز التنفيذي يعني نبطل الجزر، نتعاون اكتر كلنا. انا بتكلم بصراحة كلنا لازم على عزف جماعي. ايوه مش منفرد. مظبوط. ده مهم جدا. في حاجه مهمه بقى دكتور باسم، كيف يضمن صندوق النقد الدولي ان القروض التي تم اخذها ذهبت الى نفس المشاريع التي اقرت لها؟ صندوق النقد بطبيعه يعني قروضه نفسها ما هياش موجهة للمشروعات. اوكي. هي بتكون موجهة لدعم مثلا للموازنة العامة. الهدف التارجت بتاعها. لكن مش لمشروع. يعني البنك الدولي مثلا بيمول مشروع معين. البنك الاوروبي ممكن يكون تمويل مشروع معين. صندوق النقد بيحاول ان هو يضمن الاستقرار الاقتصادي بان هو بيدي زي يعني دعم مادي. وهو عارف ومتأكد ان هيتم تسديد هذه المبالغ في الوقت المناسب. وعشان كده شروطه بتكون مجحفة الى حد ما. لبعض الدول. ليه؟ لان هو عايز يضمن ان هذه الاموال سترد الى اصحابها. ما صندوق النقد بياخد الاموال دي من دول طبعا وبيكونها دول تانية. فلازم يضمن ان هو هيرجعها تاني فبيكون البرنامج محطوط بشكل يضمن ان هذه الاموال يتم تسديدها. وبيكون يعني الشرائح اللي بيتم دفعها من الصندوق مرتبطه باصلاحات فعليه داخل الدوله. وبتيجي صندوق النقد بيعمل زيارات مستمره كل 3 شهور او كل 6 شهور حسب مده البرنامج. وبيجي يتقابل، طيب احنا اتردد منكم ان احنا بالتعاون مع الدوله في خطه معينه. اول جزء فيها مثلا تغيير قانون الاستثمار مثلا، ده كان تم في الفتره اللي فاتت. طب هل تم؟ هل تم التصويت عليه في مجلس الشعب؟ هل تم تفعيله؟ لو الحاجات دي كلها تمت بمراحلها بيتم دفع المبالغ المتفق عليها. فبيكون في خطه البرنامج الاصلاح اللي بنتكلم عليه وله خطوات محدده. وصندوق النقد بيراجع مع الدوله، بيراقب او بيراجع مع الدوله كيفيه التطبيق للاطمئنان ان الاصلاح فعلي وجاد ومستمر. مش كل الدول بتعمل ده، في دول ما بتلتزمش بالبرنامج. وصندوق النقد بيوقف التمويل اثناء الفتره في 5 مليار، بيديهم مليار 2 مليار ويقف. ولا ما تمش التزام فاحنا مش هنمول. ودور الصندوق زياده عن هو بيمول، هو زي ما يكون بيت خبره عالمي بيضمن لكل العالم ان هذه الدوله ماشيه في طريق الاصلاح السليم. سليم تمام. دي مهمه جدا. تمام. فلما الصندوق بيوقف برنامج العالم كله والمستثمر الاجنبي بيقف. لان زي ما حضرتك قلت لان حضرتك قلت ان هو بيت خبره يعني مش حدش هيتعدى. فدوره وكلمته مسموعه جدا جدا على مستوى العالم. فلما يقول مصر عمل اصلاحات سليمه والصندوق ملوش اي مصلحه ان هو يعني يشيد بدوله حيادي، هو حيادي حيادي حيادي. فبالتاكيد ان هو هذه الدوله فعلا وفي نفس الوقت بيقول في دول ثانيه مش ملتزمه فهنوقف التعامل معاها. تمام. ان هو مش ملتزمين ببرامج الاصلاح اللي هم قالوا ان هم هيحطوها. جميل. فدي بتبقى نقطه مهمه جدا كضمان للعالم ان والله هذه الدوله في الطريق السليم. ودي الحاجه اللي فعلا يعني احنا فخورين جدا جدا بيها ان في كل الهيئات الدوليه بتشيد بجديه الاصلاح. للاسف الشديد الموضوع بياخد وقت شويه على ما المواطن يشعر بثمار. وان كان والله احنا عاملين بنصبر الناس لان احنا طالعين من 30 او اكتر من كده. فاحنا يعني ستيب باي ستيب يعني تخيلي يعني المرور. يعني انا النهارده باخد ده مثال واحد. انا يعني ساعتين اخاره فقط
سيولة المرور زادت بشكل كبير جدا، ودي المواطن ممكن يشعر بيها، يقول اه والله ده فعلا دي حاجة أنا لامسها في كل يوم بنزل، اه ما باخدش ساعة في المشوار بياخد نص ساعة، دي كل حاجات إيجابية. باشمهندس أيمن، يعني هو شمال أفريقيا والشرق الأوسط دولت من الدول اللي المفروض يعني بنتكلم بشكل قوي جدا على إن وسائل النقل الكهربي هتكون موجودة فيهم. يمكن عايزين نقول تحديدا قالوا مصر والمغرب والأردن. اللي حضرتك شايف إن إحنا اتأخرنا شوية كتير، خاصة إن الدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دي دول أعتقد إنها مشمسة، يعني فيها شمس وفيها مصادر للطاقة المتجددة. بص حضرتك، يعني الحمد لله ان احنا عملنا مشاريع جيده الان، يعني خلينا لا نبكي على اللبن المسكوب وتاخرنا احنا، صحيح. بس عايزين نستفيد بما وصلنا ليه. يعني انا عايز اخد برضو من الدكتور ان احنا نادر ما يجي صندوق النقد يعمل دعايه لدوله، دي نادره جدا. تمام. النهارده هو بيشيد وكل الجهات بتشيد بالاصلاح الاقتصادي المصري، فيجب ان انا استغل هذا في تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي. للاسف الشديد احنا ما زلنا بنعوق مناخ الاستثمار العام طبقا للبنك الدولي، احنا 114 عندنا في التريد اكروس البوردر، يعني دخول الحاويات وخروجها، احنا 170 عندنا. الحاجات دي لازم تتصلع بسرعه عشان عندنا فرصه رهيبه. نادرا ما بيجي صندوق نقد يعمل دعايه لدوله. النهارده بيجوا مستثمرين اجانب على هذه الدعايه، بيشوفوا ما زلنا عندنا بعض الاجهزه بطيئه او لا تستغل هذا الموقف، فبنفقد فرص كثيره جدا. ما اتمناه ان احنا تاني كفريق عمل جماعي نعزف ويعني ما يبقاش في نشاز، ونستغل الفرص، ان الفرص ما بتكررش كتير، واحنا في تحدي مع الزمن. فيجب النهارده في صناعات بتترك الصين بتدور على اماكن اخرى، ممكن تروح الهند، ممكن تروح روسيا، ممكن تروح امريكا الجنوبيه، تيجي مصر. يجب ان احنا في منافسه، فيجب ان احنا نسهل ونصلح بسرعه هيكليا عشان نستطيع، وده هيحسن او استمر. عندنا حاجتين ضعاف، التصدير. سعاده الرئيس قال عايز في 4 سنين اوصل ل 100 مليار دولار، وده هدف قابل للتطبيق. أيوة بالظبط، بس عايز بقى تشجيع حقيقي من الاجهزه بتاعتنا، ليس تشجيع بعيد بان احنا نسهل لبعض. احنا ما زلنا عندنا قوانين وتشريعات قديمه مش تتواكب مع التطور العصري والسرعه اللي احنا فيها. وكذلك الاستثمار، استثمار محلي والاجنبي، عندنا فرصه، موقع مصر متميز، عندنا انفراستراكشر، عندنا تحسين كتير جدا، بس ده لا نترجمه تاني بقول لحضرتك الحاويه الواحده عشان تستوردي حاويه بتاخد متوسط 15 يوم تفرج عنها، في اوروبا بتاخد 4 ساعات، ممكن يكلفك 1500 دولار. ما تشريعات يا فندم، لا هي قوانين لا هي يعني تاني حضرتك مثلا ادي حضرتك مثال ولا سلوك فردي، لا هي كل واحد بيدافع عن حتته ومش همه الباقي. يعني مثلا عندي حضرتك مثال، يقول لك لازم تختم البيل اوف ليدنج من الانصليه من البلد جايبه بيها، الانصليه عندهم اجازه قافله، تلاقي البضاعه وصلت والورق ما وصلش، فبالتالي ادفع ارضيات واتاخر في الافراج. الروتين. واحد تاني يقول لك تبقى اتفحصت في اوروبا والبضاعه جايه ومعاها شهادات التحليل، دي شهادات عالميه، يقول لك لا نبعتها للمعامل المحليه. كل دي خساير بقى، خساير وتضييع وقته. وخلاص اصبح النهارده مستثمر اجنبي بيقارنك زي الهند في الصين، بيقارنك بكذا، هم بيعملوا هذه الاجراءات، ما حدش بيعمل هذه الاجراءات. احنا البلد الوحيده اللي في العالم مثلا بنختم البيل اوف ليدنج بكذا. فيجب تغيير مفهوم. بره النهارده كله بيقول لك انت بريء، حتى ثبت خطأتي يقطع رقبتك ماشي، لكن ادي بريئه موثوق فيك. احنا هنا لسه عايز يتاكد ويدقق بس يعني دي مشكله الاوراق. دكتور باسم قمر، احنا طبعا اتكلمنا النهارده في الصندوق الدولي، ونتمنى باذن الله ان يعني نفضل على هذا المستوى ونزيد باذن الله.
لان طبعا زي ما حضرتك ذكرت شهاده صندوق النقد الدولي ديت شهاده مهمه جدا، ونتمنى طبعا ان كل الاجراءات سواء كانت ضريبيه يعني ماليه او نقديه كلها تصب ايضا وتمشي بالتوازي مع اجراءات الحمايه بالتأكيد الاجتماعيه. نتمنى طبعا ان يكون تعميم موضوع النقل الكهربائي ده هيكون شيء مهم جدا، لان بينقل البلد لطفره تانية خالص، مفيش ملوثات، مفيش وفيات من التلوثات الموجوده، في نوع من السيوله الهائله الموجوده، في نوع من الرقي. يعني انا عايزه اقول ان المركبات الكهربائيه دي فيها مكان مخصص للمعوقين، وفيها بادي كويس جدا وصيانه معقوله عشان الناس بس تقولش تصيرتها تبقى غاليه او تكلفتها غاليه. يعني ما كانش احنا يبقى عندنا طاقه شمسيه يبقى مين، احنا عندنا شمس جميله الحقيقه. الحقيقه طبعا في النهايه ونهايه حديثي واستمتعت بيه جدا، اتوجه بشكري لي مهندس أيمن قرة عضو اتحاد الصناعات المصرية. شكرا. شكرا ليك، شرفتني ودايما الله بتشرفني. الله شرف طبعا دايما، وبشكر دكتور باسم قمر أستاذ الاقتصاد الدولي، شكرا شكرا دايما شكرا بنستفيد منك، شرفتني. شرفتني بك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من